رئيس الوزراء يستعرض أولويات المشروعات القومية في القطاع الصحي للعام 2023 و2024 والخطة المستقبلية للقطاع. القوات المسلحة تنفذ عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء. الداخلية توزع مساعدات عينية على السيدات وخاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجاً. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم اجتماعاً لاستعراض أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023 و2024 وأيضاً الخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشار مدبولي إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر في هذا الصدد، سعياً لتوفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين والارتقاء بمستوى جودتها. نفذت القوات المسلحة عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء. المزيد في التقرير التالي. استمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة، وذلك خلال الفترة من 9 إبريل 2023 وحتى 23 نوفمبر 2023. وقد أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير 439 مزرعة لنباتات مخدرة بإجمالي مساحة 313 فدانا، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر وعشرة أفدنة لنبات الهيدرو المخدر وثلاثة أفدنة لنبات البنجو المخدر. حرق وتدمير 44 طن و774 كيلوغرام مواد مخدرة، تنقسم إلى 35 طن بانجو و4330 كيلوغرام بذور بانجو و3515 كيلوغرام بذور خشخاش و200 كيلوغرام هايدرو و900 كيلوغرام بودرة حشيش و629 كيلوغرام حشيش و200 كيلوغرام أفيون. كما تم ضبط 16 متهما وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش. ضبط وتدمير 201 حوض مياه بمساحة من 20 إلى 30 مترا مكعبا و52 ماكينة مياه و83 ألف متر خراطيم مياه و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية. كما تم ضبط 9 عربات نقل و3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على السيدات وخاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وأيضاً تزامناً مع الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. المزيد في التقرير التالي. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا.
انطلاقا من دعم وزارة الداخلية المستمر للمرأة التي تتحمل المسؤولية وتبعات البناء والتنمية وترسخ لقيم المجتمع، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، مشاركة منها في احتفالات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة، وتهدف إلى توزيع مساعدات على السيدات وبخاصة السيدات المعيلات على مستوى كافة المحافظات. كل سنة وحضرتك طيبة. يا ربنا يبقى بخاطركم يا رب. يا ربنا ينصركم يا رب. يا رب يخلي الرايس ينصركم. لسنا متقابلين وانتم فاكريننا على طول. بطل تمل شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان. يا رب يخلي وزارة الداخلية وحبايبنا واللي مش مخلينا عايزين حاجة يسرها معاهم دنيا واخر. وعيشي حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقت الصروف مفيش اي قوة تهزنا. لو حتى تاخدي مني ربنا يعودها عليكم بخير ويفادوكم من كل شيء. استقبلت السيدات بمختلف المحافظات مأموريات وزارة الداخلية بترحاب كبير، فهي مأموريات تأتي إليهم محملة بالخير والدعم والمساندة في إطار سعي الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي والإنساني والتواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة المرأة. أنا من النهاردة فخورة بدخلة الضبط علي والشباب الحلوة اللي جابالي الهدية دي، يا رب يوفقهم ويوفق بلدنا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغالب. ربنا يخليكم لينا وانتم حاميننا وحاميين مصر وحاميين شباب مصر، وربنا يخليكم لينا وما تشوف ما نشوفش فيكم حاجه وحشه يا رب. مبادره كلنا واحد دايما تستمر كده، وبكتر خيرهم ان هم بيجونا في كل مكان وفي شغلنا. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مره حسيت بخوف وقت الظروف مفيش اي قوه تهزنا. لو حتى تاخدي مني دي روحي هينا، وهو ايه في الدنيا اغلى من مصر عندنا شهيدين. ربنا يخلينا وزارة الداخلية، واحنا طبعا حاسين بالامان طول ما الضباط موجودين حوالينا وطول ما هم موجودين احنا في خير وفي امان. انا جنبك تملي ومنك قريب. احب اقول وزارة الداخلية ربنا يخليها ويبارك فيها وكل سنة هم طيبين. بطل تملي شايل اسمها وكل أشكر وزارة الداخلية على اللي هي عاملاه معانا ودايما فاكرينا مش نسينا بأي حاجة، وشيء حاجة كويسة اللي هم بيجوا وبيشرفونا ودايما معانا إن شاء الله. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغالب. شكرا لوزارة الداخلية، كفاية المجهود الكبير اللي هي بتعمله ناحية السيدات المعيلات. لما بنشوف الضباط في الشارع طبعا بنحس كلنا بالأمان وبنحس ان مصر في ظهرنا. مبادرة كلنا واحد مش سايبانا في أي مكان، بنلاقيها وبناخد منها كراتين وبناخد كل حاجة منها. في كل جيل بطل تمل شايل اسمها وكل بيجي بعد منه. إشادة كبيرة من جموع السيدات بمبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، بخاصة السيدات المعيلات، وبما تقدمه من مساعدات عينية متنوعة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم. البلد دي ظهرها ما بينحنيش، احنا مصر ومصر احنا في كل صعب.
الحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. تحيا مصر دايما، تحيا مصر دايما. أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا بديلك عيني. كل سنة وانتو طيبين، ما تحرمش منكم، ربنا يخليكم، ما تحرمش منكم أبدا. مشاركات وزارة الداخلية المرأة الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تؤكد أن الوزارة تسعى دائما إلى دعمها ومد يد العون لها، ليس في المناسبات فقط وإنما على امتداد العام. فالمرأة جزء رئيسي من المجتمع، بل هي عماد هذا المجتمع. بشكر مبادرة كلنا واحد على كل حاجة بتعملها، وزارة الداخلية على كل حاجة بتعملها معانا. مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وشباب مصر، ويعفي عنكم وفيكم شر المرض. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فكرة هادي كانت زمان. تحيا مصر، 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 ينصركم ربنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.